الموديل السعودية اللي برا بتعلم زوجها الأمريكي الرقص على الطريقة الخليجية وعلى أنغام الشيلة. تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم. نظرة لا ضوة عرض المتحة ولا دفة اللي كتبت المحبة كانها. تداول مغردون على موقع تويتر مقطع فيديو للموديل السعودية ليبرا وهي تعلم زوجها الأمريكي الرقص على الطريقة الخليجية على أنغام الشيلة. وظهر الفيديو الذي نشرته ليبرا على حسابها في سناب شات أن زوجها كان يرتدي روب الحمام وغازلها في بداية الفيديو، ومن ثم بدأت بتعليمه. وأبان الفيديو أن ليبرا تقوم بتشغيل أغنية خليجية ومن ثم الرقص على الطريقة الخليجية فيما كان زوجها الأمريكي يقلدها. في الفترة الأخيرة ظهرت في السعودية العديد من الفتيات يعملن بوظيفة ما تسمى الموديل، وتقوم بعضهن باكتساب الشهرة عبر أحد الحسابات أو مجموعة من الحسابات عبر السوشيال ميديا. والآن تستخدم الفتيات التي تعمل تحت وظيفة الموديل لقيام بعض الإعلانات وترويجها عبر حسابها عبر السوشيال ميديا، ومنهم من يقوم بعمل رقصات أو وضع بعض من المكياج أو ببعض اللقطات الغير لائقة، وذلك لكي يكتسب عدد كبير من المشاهدات. وأصبحت وظيفة الموديل تعتبر الآن مصدر رزق جيد للكثير من الفتيات.